النوع الثالث من الانتيجين قلنا اول واحد هيتيروفيل، ثاني واحد الجرافت انتيجين او السبيشيز انتيجين، ثالث واحد اسمه بكتيريال انتيجينز. احنا قلنا دلوقتي احمد يخش الجسم يكون انتي احمد، مظبوط، عشان يتفاعل مع احمد وخلصنا منه. البكتيريا انا عاوز افهمكم ان البكتيريا دي عباره عن خليه لها سيل وول، تحتيه في سيتوبلازميك ممبرين، جواها في وان كروموزوم بنعتبره هو النيوكليوس، في ريبوزومز. هذه البكتيريا بتتحرك برجلين، الرجلين ده هي اسمها فلاجيلا. فلاجيلا في شعيرات صغيرة بتبقى موجودة في بعض البكتيريا اسمها بيلي أو فيمبريا، دي عشان الأدهيجن، عشان البكتيريا تلزق في بعضها أو تلزق في الهوست. ساعات البكتيريا بيبقى حواليها غطاء اسمه كبسول، وساعات تعمل سبور. ده باختصار جدا هنشرحه في الميكروبيولوجي، في الجنرال مايكروبيولوجي. طيب كل واحد يبص كده على مكتبه، يبص على القلم الجاف. القلم الجاف ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن بلاستيك من الخارج، حبر جواه، والسن اللي بنكتب بيه، يبقى ثلاث حاجات. انما احنا قلنا لو القلم ده دخل في الجسم، القلم ده بدل كلمة أحمد قلم، يبقى الجسم يكون أنتي قلم، مش هيكون أنتي محاية أو أستيكة يعني، لا، مش هيكون أنتي وايت بورد، لا، لازم قلم يبقى أنتي قلم. لكن في الحقيقة هو ما بيكونش أنتي قلم، هو بيكون أنتي بلاستيك، لأن القلم فيه بلاستيك، أنتي حبر، لأن القلم فيه حبر، وكل واحد من دول مختلف، وأنتي حديدة اللي هي السن اللي بنكتب بيه. إذا البكتيريا دي لما تخش جوه جسمي، جسمي لازم يكون انتي للسيل وول بتاعها. السيل وول اللي هو ده اهو. وبعدين يعمل ممكن انتي للفلاجيلا للرجلين بتاعها، انتي للبلي، انتي للكبسول، وهكذا. ولو خرج منها توكسين يبقى انتي للتوكسين. إذا دلوقتي البكتيريا عبارة عن كومبلكس انتيجينز، انتيجين للسيل وول، وانتيجين للفلاجيلا، وانتيجين للبلي، وانتيجين للكبسول لو لها كبسول. إذا السيل وول ده انتيجين، سيل وول انتيجين، كلمة كبيرة قوي سيل وول انتيجين، نقول او انتيجين، يبقى اختصاره او انتيجين. لما تقروا او انتيجين في بكتيريا يعني السيل وول بتاعها. الفلاجيلر انتيجين كلمة كبيرة قوي، امال نقول ايه؟ اتش انتيجين، يبقى اتش يعني فلاجيلر انتيجين. فبقول البكتيريا دي ليها او اتش، يبقى البكتيريا دي مطير بتتحرك ليها فلاجيلر. البيلي دي انتيجين بنسميها، او الفيمبريا بنسميها اف انتيجين، اختصارا للفيمبريا. الكبسول كابسولر انتيجين سي انتيجين. يبقى اذا لازم اخد بالي بقى لما اجي ادرس الميكروبيولوجي الجنرال ان البكتيريا دي عباره عن كذا انتيجين، ولما احب اتعامل مع السيل وول احط انتي او، لما احب اتعامل مع الفلاجيل احط انتي اتش، لما احب اتعامل مع الفيمبريا يبقى انتي فيمبريا. اخر نوع من الانتيجين المفروض انك تعرفوه نمره 4، حاجه اسمه سوبر انتيجين، وده هشرحه بعدين، خليكم فاكرينه ومهم جدا، هيتشرح بعدين لما ناخد كذا فيديو الاول، وبعدين نعرف يعني ايه سوبر انتيجين. سوبر انتيجين يعني زي سوبر مان، بيعمل حاجات كده خارقه، بيعمل حاجات عجيبه، هناخدها بعدين.